درس صغير من اخواتنا واحبتنا في تونس. فريق خسران 5 والملعب مليان استاذ فوزي. نعم والله شيء يعني يدعو لل ما اعتقد اني شفت انا فريق خسران 5 وحتى بلا بالايطالي ولا بخمسه. نعم ما شاء الله كابتن ترجي دخلت اكيد طبعا لان احنا كان في علاقات بيننا كويسه بين المكشخين بتوع الترجي عشان كده اخذنا منهم بعض الاغاني والكلام ده. جايين نرجع اللي فات، جايين نقول الحقيقة. سنة 66 ميت عقبة ولعت حريقة، والعالم والكل خاف منا. انصرنا يا ربي انصرنا، انصر الفانيلا الحمراء يا ربي يا علي. بتاعت جمهور الترجي طبعا دي من اصل اغاني الترجي اللي هي جيناكم شانحين كالعاده، يعني رغم بدرين الكلام. جمهور الترجي المكشحين هم من اول ناس اللي كانوا ساعدوا الالترا المصري في التاسيس بالافكار، وفي علاقات طيبه كتيره ما بين الجمهور المصري وجمهور الترجي، وانا بحب اخذ الفرصه دي وارحم بيهم كلهم في مصر، و احنا نستقبلهم احسن استقبال ان شاء الله. يظهر لي دائما ماشي نتفرج 50 سنه في الترجي هذه التونسي والنجم الساحلي. يعني جاء من فلسطين المحتله وخد الطياره وجاء. قلت له انت شو؟ قال لي انا امي تونسيه اما باللغه نتاعو خرجت من تونس بيبي، معناها مرعان يحب الترجي. زين مفاجاه اخرى. والله ما نعرف في رام الله ولا في سناس ولا في اريحه، نظن في اريحه اكثر من اريحه. زاد قال لي يا خوتي قال لي عبد المنشور، قال لي فما مقهى اسمها مقهى الدوري التونسي اما في اريحه ولا رام الله. قال لي ما عنديش فكره. زيد وريني البورتابل نتاعو في اهزيج الترجي والفيراج وامور وكذا، فهمت؟ اتكلم على الجمهور الترجي الرياضي التونسي، الترجي جمهور وتاريخ ومستقبل، اما عن جمهوره فهو القائل. جمهور الترجي التونسي اللي يتحدث على عشق فريقه، فريق الترجي بقاعدته الجماهيريه الكبيره والكبيره جدا، تاريخ عريق ومشوار ومشاوير بطوله. قلت جمهور الترجي اللي قال غرامي بها من الصغرى، غرامه بها من الصغرى، شيء كبير. الترجي العاصمه، ولد العاصمه والجمعيه والحومه الشعبيه، كشخ باسيوني جامد شدوني في كل ثنية مع الترجي في كل ثنية. هذا جمهور الترجي بتاريخه وطموحاته ومطامعه الدائمة في دوري أبطال إفريقيا. أما عن التاريخ يا ماجد تونديائي، الكرة في كرة القدم 27 دوري و15 كاس، 10 ألقاب خارجية بين الإفريقي والعربي على مستوى أسطورة الهاندبول، 31 بطولة و25 كاس و10 ألقاب دولية بين العرب وإفريقيا. الكرة الطائرة تكلمت وطائرة، وطائرة المكشخة حلقت ب17 بطولة و15 كاس و6 بطولات إفريقية وعربية. وكرة السلة التي ستعود في سجلاتها 6 كؤوس و3 دوري. هذا هو التاريخ كما يقدمه الترجي اللي بعد عامين يحتفل بمئوية التأسيس للسنتونير 100 سنة، والشعب يريد يا البارسا يا الريال مدريد يا سي حمدي. الجمهور مازال داخل اليوم، اراد سيد بلال اللي ممكن ارشي كومبلي اليوم 60 ألف في استاد الدرة.